فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظروه منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الجزء الثالث والأخير من مناقشتنا لكتاب مذكرات آن فرانك، خدعة للكاتب السويدي ديتليب فيلدرا، اللي بيفند فيها كل ما جاء في مذكرات آن فرانك، وبيلقي بضلال من الشك حول مصداقية هذه المذكرات، وعن أن تكون آن فرانك هي التي كتبت معظم ما جاء فيها. توقفنا في الحلقة الماضية عند الضوضاء التي كانت تصدر من البيت المخبأ الذي كان تسكن فيه أسرة آن فرانك وأسرة أخرى يهودية فاندان، ومعهم طبيب أسنان دوسل، وإزاي الضوضاء دي كلها لم تثر انتباه أي شخص، خاصة الشرطة الألمانية أو الشرطة الهولندية، اللي المفترض أنهم كانوا بيبحثوا عن اليهود المختبئين. والبيت كان دائما في حالة ضوضاء، على طول كان في حالة ضوضاء وصخب وشجار وجدال. فكل فرد من أفراد الأسرتين كانوا في شجار وجدل دائم مع كل شخص، هكذا قالت في تاريخ 9 أغسطس 1943 صفحة 89. فعلى الرغم من انهم في وضع في مكان اخر، وضع اخر او موضع اخر، قالت ان مارجوت اختها اصيبت بنزلة برد شديدة، وكانوا منعينها حتى من انها تكح. فازاي كانوا في موقف منعين بنتهم اللي عندها برد انها تكح عشان محدش يسمعهم برا، والمذكرات كلها عن خناقاتهم بينهم البعض وخلافاتهم وزعقهم وصرخهم والراديو كمان، واحد بيقطع الخشب وهي بترقص باليه وهو بيعمل أكروبات والد بيتر، والراديو بيستمعوا للراديو دائما يوميا حتى الساعة 11 مساء. بيستمعوا للراديو ده أيضا، الصوت ده ما طبيب الأسنان اللي اسمه دوسل في مرة عالج السيدة فاندان، والعلاج طلع غلط، يعني ايده مثلا كانت تقيلة عليها فصرخت، وصرخت جامد، وهم كلهم قعدوا يضحكوا عليها، وكل ما هم يضحكوا هي تصرخ وصرخها يعلو. الصراخ ده ما لفتش نظر احد، حتى ان بعد التجربة ديت هو قدر يجيب دينتال دريل، الأداة اللي طبيب الأسنان بيستخدمها لتنظيف الأسنان، عن طريق حد جاب له الدينتال دريل ديت، الأداة ديت اللي بتنظف الأسنان، واحتفظ بيها في المكتب تحت في الطابق الأرضي. كان إيه بقى؟ بيعالج، في ناس بيجوا يزوروه بيعالج، كان في بيزنس يعني، كان فاتحها عيادة. يعني ازاي واحد مستخبي ويباشر مرضى شيء غير يعني فشي غير طبيعي. في ناس كانوا بيجي يزوروهم، في بنتين يعني صديقتان للعائلة كانوا بيجي يزوروهم، ميب وهنك، وبيباتوا الليل عندهم. جم في مرة في 20 أكتوبر 1942، وده مذكور في صفحة 37 و 38، وبعدها بأسبوع جات واحدة تانية اسمها إلي، وأيضا باتت عندهم. يعني في زيارات وفي رجل داخلة وخارجة، وفي ناس بتيجي تزورهم ويقعدوا معاهم ويباتوا عندهم الليل بطوله. يعني حياة طبيعية دي، مش ناس مستخبية من حاجة. إلى جانب بقى الطيب ورغد العيش، يعني دول ناس المفروض ان هم كانوا مختبئين وفي شظف من العيش، انما آن بتقول ان هم كانوا في بحبوحة من العيش وفي رغد من العيش. وفي اكثر من مكان في المذكرة بتشير الى هذا بشيء واضح، وبتقول ان هم محظوظون جدا، انهم يعني محظوظون جدا مقارنة بالاطفال اليهود اللي عايشين في ألمانيا وفي هولندا. وده بيتمثل بقى في وفرة الطعام، الطعام عندهم كان بوفرة غير عادية،
خاصة في وقت حرب، خاصة إن عندهم وفرة في الطعام واللحوم والسجق والبقوليات، ومش كده وبس، وفي السجائر بل وفي الكحوليات كمان. يعني في يومية تاريخ 17 نوفمبر سنة 42 صفحة 95 أشارت فيها إنهم كانوا بيشربوا كونياك، وفي صفحة 207 بتاريخ 13 مايو 1944 كانوا بيشربوا بيرة، وفي صفحة 196 بتاريخ 2 مايو 1944 كانوا بيشربوا خمرة. طبعا مش هما مش بيشربوا كونياك وبيرة وخمرة في الثلاث أيام دول فقط، ولكن واضح ان هم كانوا بيشربوهم باستمرار، بيشربوا الكحوليات دي كانت موجوده باستمرار عندهم، انما هي فقط ذكرت دي تواريخ اللي هي ذكرت فيها هذه المشروبات. وفي موضع اخر بتشير ان هم كانوا بيطهوا كعك ودامبلينج، فكان يعني اسره عايشه في بحبوحه من العيش وفي رغد من العيش، مش اسره مستخبيه عايشة في مخبأ خايفة تصدر أي صوت، عايشة في رعب على طول. المذكرات بتقول غير كده، مش ده مش انطباع ممكن ناخده على إن في أسرة عايشة في رعب وعايشة في مختبئة خايفة أمرها ينكشف في أي لحظة. نتكلم بقى على شخصية آن نفسها. هي بتقول في صفحة 202 بتاريخ 8 مايو 1944، يعني قبل ما أمرهم ينكشف بكم شهر، بتقول كانت بتحلم باكتساب كثير من المال بعد أن تنتهي الحرب. يعني حلمها وهي لسه طفلة، حلمها أن يكون عندها فلوس كتيرة وتعمل فلوس كتير. وباعترافها أيضا قالت أن هي spoiled child، يعني طفلة مدللة، وبتقول ان ابوها وامها هما السبب في تدليلها ده. وكتبت نصا يعني ان جيوبها ملانه بالحلوى، ماذا يمكن للمرء ان يطمع في اكثر من هذا؟ طفله وجيوبها مليانه على طول بالحلوى، عايزه ايه اكثر من كده كطفله؟ وفي موضع اخر ايضا بنستكشف يعني ان هي كانت بتتعاطى كمية هائلة من أقراص الفاليريان. الفاليريان ده أقراص مستخلصة من نبات النردين، وهي أقراص تؤخذ لعلاج حالات الأرق والقلق والضغط النفسي والعصبي، وده مذكور في 16 سبتمبر 1943 صفحة 97. وبنلاحظ إن كان يعني الطفلة دي عندها عنف داخلي وغضب مكتوم أشارت إليه في مذكرتها أكثر من مرة، إنها عن رغبتها في إنها تلكم فلان وعلان، وإنها قالت يعني إن من عادتها إن هي لما تغضب من حد إنها توجه إليه لكمات، والعادة دي ما بقتش عندها إنيمور يعني، وتتمنى إنها ترجع يبقى عندها العادة دي مرة أخرى. وقالت إنها تتمنى تضرب السيد والسيدة فان دار باللكمات يعني. نيجي بقى على علاقتها العاطفية ببيتر، الولد ابن السيد دان. والحقيقة كتاباتها بقى عن علاقتها ببيتر دوت يعني كتابة صادمة انها تصدر من بنت عندها 13 سنة. مش انها بتشير لعلاقتها ببيتر ده فقط، ولكن ايضا فيها ميول مثالية، فبيتجلى هذا في تفكيرها في افكارها وتخيلاتها اللي هي كتباها نصا في المذكرات دي. وواضح جدا ان الجزء ده كله الشانك الكبير ده من الكتابة ده واحد كبير اللي كاتب الكلام ده مش كلام طفلة، واحد كبير اللي كاتب الكلام ده ومكتوب خصيصا علشان الكتاب يباع. واضح يعني حتى ان الكاتب فيلدرا بيقول ده هو بيعتبره متاجرة جنسية في بالاطفال، لان ده مش طفل بيكتب الكلام دوت. حتى ان اليهود المتدينين الاحبار اليهود يعني أعلنوا غضبهم الشديد واستياءهم من الكتاب، واعتبروا إن الكتاب ده يسيء إلى اليهود.
يعني اليهود أنفسهم المتدينين، مش اليهود الصهاينة اللي هم في صهاينة مش يهود، وفي يهود كتير مش صهاينة. فاليهود المتدينين أعلنوا استياءهم من هذا الكتاب بشدة، وأنه بيسيء إلى الشخصية اليهودية. وهي نفسها يعني هي نفسها بتصف نفسها بأنها فتاة لعوب، فتاة لعوب. كتبت كده في تاريخ 19 مارس 1944 صفحة 160، بنت عندها 13 سنة بتصف نفسها بأنها فتاة لعوب. فواضح أن الجزء ده كله ده خيال روائي، إلا إذا كانت البنت بقى شخصيتها مضطربة من صغرها وشخصية غير طبيعية وغير سوية. بس ولكن أكبر الظن أن الجزء ده مكتوب واحد أمريكي كاتب الجزء دوت، أو واحد أو أبوها اللي كاتبه، أو واحد آخر ساعده في الكتابة من دور النشر يعني. إنما ده مكتوب شخص كبير اللي كاتب الكلام دوت. يجي السؤال النهائي بقى، هل هم دول فعلا كانوا مختبئين؟ ناس عايشة بهذا الشكل وهذا الروتين اليومي من الصخب والضوضاء والاستماع للراديو ومشاهدة أفلام ويعملوا كيك ودخان سجائر باستمرار لا ينقطع وشرب كونياك وخمر وبيرة وكل ده هي اللي ذكر الكلام ده في المذكرات بتاعتها. هل كل ده يدي انطباع ان دول ناس مستخبية؟ والأدهى بقى من كده، اكتر من كده، بيتر هي بتقول في 11 ابريل 1944 في صفحة 183، بتقول ان بيتر كان يتمشى حول المبنى مرتين كل يوم، كل يوم الساعة 8:30 و9:30 صباحا كان بيدور حول البيت. بيدور حول البيت ليه؟ يعني ليه كانوا بيدور حول، لو هم مختبئين من الألمان الولد هيخرج كل يوم الصبح يلف حول المبنى ليه؟ هم المفروض ان هم مختبئين من الالمان. انما واضح يعني، وده اللي فيلدر قاله، ويعني انا شايف ان كلامه منطقي جدا، الا اذا الناس اللي بيروجوا لهذه الخرافه او هذا الكلام يعني ان هم يردوا باجابات منطقيه ويفندوا هذه الاسئله ويردوا علينا بإجابات منطقية، يردوا على هذا الكاتب على ديتليف فيلدر بيعطوه إجابات منطقية. إنما فهو بيقول إن هم ما كانوش مختبئين من الألمان ولا حاجة، بيقول إن هو مش بينكر وجود هذه الأسرة ولا بينكر وجود آن فرانك، بيقول أيوة الأسرة كانت موجودة وأيوة سكنت في هذا المكان، ولكن هم ما كانوش مختبئين من الألمان ولا حاجة، إنما كانوا عايشين في المكان المقر العمل ده علشان يبقى عينيهم على البضاعة بتاعتهم على مكان عملهم، عشان أوتو فرانك يبقى مراقب المديرين اللي بيديروا المكتب وبيراقب الموظفين، وعلشان السرقة انتشرت بشدة في تلك الأوقات وقت حرب، فتبقى عينيه على البضاعة بتاعته على البهارات بتاعته وعلى كل الأدوات بتاعت المكتب، كل ممتلكاته. وده رأي يعني أقرب إلى الصحة وأقرب إلى المنطق لما نيجي نقرأ المذكرات ونشوف حياتهم كانت إزاي زي ما أنا عرضتها لحضراتكم دلوقتي. حاجة تانية بقى تقول في تاريخ 11 إبريل 44 صفحة 177 تكتب إيه بقى، بتقول كانوا يعملون على اقتحام المخزن. يعني هي فوق في الطابق الأول بتتكلم عن اللصوص. في يوم من الأيام تاريخ 11 إبريل ده كان في شويه لصوص جم حاولوا يفتحوا المخزن ويسرقوا اللي فيه. فبتقول ايه، في غمضه عين اسرع ابي وفان دان وبيتر بالنزول الى الطابق السفلي. طيب لو دول ناس مستخبيه من الشرطه الالمانيه وسمعوا حركه في الطابق الارضي، هم في الطابق الاول وسمعوا حركه في الطابق الارضي، ايش عرفهم ان دول لصوص؟ ما يمكن كان الشرطة الألمانية أو الشرطة الهولندية بتحاول تفتح بتفتش جاية تفتيش، يعني هم ينزلوا جري عشان يطردوا اللصوص؟ يعني كيف تأكدوا أنهم لصوص مش شرطة ألمانية أو شرطة هولندية؟ والكاتب إيه آر بوتس زي ما قلت أنا في الجزء الثاني من الحلقة
مؤلف كتاب خدعة القرن العشرين، كتب بيقول إيه؟ المذكرات مكتوبة بأسلوب صحفي يؤرخ لعائلة فرانك وللإجراءات التي اتخذها الألمان ضد اليهود بعد غزوهم لهولندا. من غير المعقول أن يكتب هذا الكلام فتاة في 13 من عمرها. الحاجة الأخرى الملفتة للنظر عدم تغير خطها، يعني هي بدأت المذكرات وعندها 13 سنة، وإلى أن تم اكتشاف أمرهم في وعندها 15 سنة بعد مرور عامين، خطها ما تغيرش على مدى ما تغيرش، بل إن في نجد إن في خط أكتر من خط كتب أجزاء كبيرة من المذكرات. مش مسألة إن خطها تغير، لا، ده خط مخالف تماما لخطها أكتر من خط. فإزاي في فترة زمنية واحدة الخط تغير تغيرا يعني فاضحا، وإزاي على مدى سنتين بدأت في 42 وانتهت في 44 الخط زي ما هو، وفي الوسط الخط تغير بخط واضح انه خط رجل بالغ مش خط طفلة. وقبل موت اوتو فرانك دي بقى، يعني انا وانا بعمل بحثي على النت لقيت في خبر ان قبل موت اوتو فرانك اللي هو مات ابوها، مات في سنة 80 1980، المباحث الالمانية اللي زي الاف بي اي كده في امريكا، بس المباحث الالمانية رجعت المذكرات دي واكتشفت ان جزء كبير جدا منها لا يمكن ان تكون آن فرانك هي اللي كتبته. لما حاولت ان اعمل سكرين شوت للخبر ده لقيت الخبر اختفى. حاولت بقدر بشتى الطرق ان اجيبه تاني معرفتش، انما ده انا قريته. وكل الشواهد تؤيد كده، يعني ازاي ثلاث كراسات مدرسة، أجندة صغيرة جدا زي ما عرضت لحضراتكم صورتها، وكراستين وبعض الأوراق يملوا كتاب 240 صفحة. كتاب 240 صفحة ده يحتاج على الأقل 30-40 كراسة عشان نقدر نملى بالخط اليدوي كل حاجة فيه. آخر حاجة بقى اللي يعني نختم بيها مناقشة هذا الكتاب، وقبل بقى ما أعرض لحضراتكم بعض اللوحات وتكون نهاية الحلقة، إن الكتاب هي كاتباه بالقلم الحبر، إنما في أجزاء كبيرة وكتيرة مكتوبة بالقلم الجاف. القلم الجاف نزل الأسواق الأوروبية سنة 1949، والمذكرات المفروض إنها اتكتبت من 42 ل 44. طب الأجزاء اللي اتكتبت بالقلم الجاف ده مين اللي كتبها؟ مستحيل هي طبعا، هي ماتت في 45، في مارس 45، يعني قبل 4 سنوات قبل ما القلم الجاف ينزل الأسواق أصلا، وتم اكتشاف أمرهم في 44، يعني 5 سنوات قبل ما القلم الجاف ينزل. فواضح إن أبوها هو اللي كاتب الأجزاء دي كلها، وده هو السبب اللي المباحث الألمانية قالت إن جزء كبير من المذكرات مش آن فرانك هي اللي كتبتها. أعرض لحضراتكم دلوقتي بعض الخرائط وبعض الرسم تصميمي للمنزل عشان نشوف إزاي كانت آن فرانك عايشة في المنزل دوت. يعني على سبيل المثال آدي البيت دوت أهو، الجزء اللي على الشمال ده تشوفوا ان البيت مبني متقسم جزئين، الجزء اللي على الشمال ده العمل المكتب، الجزء الارضي بضاعة، الجزء الطابق الاول مكاتب، الطابق الثاني ما بين مكاتب وما بين مخازن للبضاعة. تلاحظوا بقى ان في ممر صغير وفي باب اهو، الباب دوت هو اللي بيفصل ما بين المبنيين. المبنى التاني ده بقى اللي على اليمين هو ده اللي كانوا مستخبيين فيه، مش في الدور الارضي، لان تلاحظ ان الطابق الارضي ايضا كان مخزن، انما الطابق الاول فوق الارضي كان بيسكنه اسرة فرانك،
والطابق الثاني فوق الأرض كان بيسكنوا عائلة فان دان، والطابق الثالث بقى الغرفة العلوية كانت يعني غرفة للمخازن أيضا للبهارات. وتلاحظوا إن الممر اللي فيه الباب اللي بيفصل ما بين المبنيين، تلاحظوا إن فيه بوك شيلف، في بوك شيلف قصاد الباب محطوط على طول مباشرة. لو بصينا على الباب ده اللي أول ما يتفتح تجدوا الحمام أهو، وبعد كده أوضة نوم أوتو فرانك وزوجته، وبعد كده أوضة نوم آن فرانك وأختها مارجوت. الطابق اللي فوق ده أوضة نوم للعائلة فان دان، الدنتست دوسل. والغرفة العلوية بقى دي زي مخزن كان محطوط فيها الأيربس البهارات. دي صورة قديمة، صورة واقعية للبوك شيلف. ادي البوك شيلف، دي صورة قديمة. البوك شيلف بقى اتحط امتى مش مذكور. ودي صورة قديمة للمطبخ بتاعهم، شايفين الأزاز، كمية الأزايز اللي محطوطة فوق ديت، دي أزايز بيرة دي أو إيه الله أعلم. ودي صورة حديثة طبعا تخيلية يعني للوضع المعيشي اللي كانوا فيه. ودي صورة أخرى للمطبخ، صورة بالألوان للمطبخ اللي كانوا فيه. أنا كمان كده ما قلتش كل الأسئلة اللي طرحها فيلدر، يعني أنا اكتفيت بأقوى الأسئلة الموجودة. إنما الكتاب رغم إنه كتاب صغير جدا إلا إنه مليء بالأسئلة ويستحق القراءة، لأن أنا شايف إن أسئلته أسئلة منطقية، واللي شايف إن هي مش أسئلة غير منطقية عليه أن يعطي إجابة منطقية، إجابة مقنعة، يعطي إجابة مقنعة، وإلا الأمر كله هيظل في دائرة الشك. وعلى فكرة كتير من الأوروبيين والغربيين غير مقتنعين بالقصة دي كلها، وغير مقتنعين بأن أسرة فرانك كانت مختبئة من الشرطة الألمانية ولا أي حاجة. طبعا كان، أيوة كان في اضطهاد اليهود، إنما القصة دي بالذات، لأن القصة دي بالذات إحنا ليه بنركز عليها وليه هم بيركزوا عليها؟ لأن هم استخدموها كأيقونة للمعاناة، معاناة اليهود، استخدموها كأيقونة يضغطوا بيها على ضمير العالم الغربي، كي يجعلوا العالم الغربي ويجبروا العالم الغربي على الصمت أمام جرائمهم ضد الفلسطينيين وعلى جرائمهم في سرقة الأرض الفلسطينية. فالعالم الغربي اضطر انه يصمت لانه حاسس بتأنيب ضمير. فآن فرانك ديت قصتها والبنت نفسها اصبحت رمز لمعاناة اليهود، مجرد اثبات ان هذه القصة غير صحيحة وتفتقد المصداقية ومليئة بالعوار ومليئة بالأسئلة التي لا أحد يستطيع أن يجيب عنها، تجعل المزاعم الصهيونية في مهب الريح، وتعتبر ضربة قوية للحركة الصهيونية العالمية. وكويس جدا أن كل الكلام ده صادر من غرب، مش ما صدرش من فلسطينيين أو عرب أو مسلمين، وإلا كان دايما هينظر إلى كلامهم بعين الشك ولن يلتفت أحد إليهم أصلا. إنما في الغرب يعني واضح أن كويس جدا أن في النيو هيستوريانز الريفيجنستس، دول مؤرخون جدد يقرأوا التاريخ بطريقة أخرى ويدرسوا التاريخ بشكل آخر، ولا يلجؤون فقط إلى ما قاله لهم الطرف المنتصر. وهو ده اللي احنا محتاجين نعمله إن شاء الله في حلقات أخرى بعد رمضان، أخصص أيضا بعض الحلقات لمناقشة بعض الكتب
اللي من النوعية ديت اللي هتخلينا نعيد قراءة التاريخ ونفهم التاريخ من جديد. أتمنى أن الحلقة تكون الثلاث حلقات دول الثلاث أجزاء يكونوا يعني ليهم أي فايدة. ورمضان كريم، وأراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.